بسم الله الرحمن الرحيم. كل الترحيب بالأخوة الأخوات في هذا الموقع لهذا المشروع المهم والحيوي. أعتقد واضح للجميع أنه هذه الحكومة منذ الأيام الأولى ركزت بشكل واضح ودقيق على ملف الصحة، وكان المحور الأساس في هذا الملف هو إكمال مشاريع المستشفيات المتلكية. وإحنا يرادلنا في مصطلح آخر غير المتلكية، يعني عندما نتحدث عن مشروع متأخر 10 سنوات ففعلا يرادلنا في مصطلح جديد، يعني عادة المشروع المتلكي يتأخر على إجراءات، على يصير انحراف بنسبة، أما يتأخر 10 سنوات ففعلا احنا أمام حالة فريدة من المشاريع التي أبرمت بعقود قد يكون خلل في تصاميم، في بداية العمل، في المؤسسات اللي تشرف، في مشاريع أخرى الخلل في الشركات المنفذة. فهذا المشروع من المشاريع المستشفيات وبالذات في محافظة بغداد. بغداد التي لم تشهد بناء أي مستشفى طيلة عقود. من 86 لم يتم إنشاء مستشفى في بغداد التي شهدت تزايد وارتفاع واضح في عدد السكان. يعني ماكو نسبة. لذلك كان الخلل واضح على مستوى تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية. وأي خدمة ممكن تتأخر عدا خدمة الصحة، عدا الخدمات الصحية، باقي الخدمات ممكن تتأخر شهر، شهرين، سنة، لكنه مسألة التأخير في الجانب الصحي الذي يعنى بحياة الإنسان هذه ما غير قابلة للتبرير. وعلى الجهات المعنية من وزارة، من محافظة، من حكومة أن تقوم بدورها وتهيئ هذه الخدمة. لذلك خليناها أولوية في جانب الخدمات، واشتغلنا يمكن في أكثر من محاور أخرى اللي تتعلق بالأدوية والمستلزمات والصناعة الدوائية وطريقة التشغيل، فضلا عن المستشفيات الجديدة وتنفيذ قانون الضمان الصحي. أنا هذه المقدمة أخليها أمامكم حتى تعرفون أنه هذا الملف أولوية عند الحكومة. ومن تكون أولوية معناها أكو إرادة لحسم هذا المشروع ومعالجة كل المعوقات اللي تعترض تنفيذه. أكثر من زيارة زرنا المواقع في مستشفى الشعب ومواقع أخرى تكاد تكون نفس المشاكل الموجودة. أيضا نجي للخدمات، ربط المستشفى أو هذا المجمع الطبي، مجمع هذا مو مستشفى بسيط، بهذه البنايات والتنوع، هذا يراد له اهتمام عالي في مسألة الخدمات، شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، مياه الشرب، وحتى مسألة الطرق والسيارات والخروج المواطنين والجراجات وما يتعلق فيه. هذه لازم نعطيها اهتمام، بدليل الآن احنا إذا كملنا الإجراءات الخاصة بالكشوفات اللي تتعلق بالدولار والأجهزة والتضخم وصارت همة للشركة ونفذت، راح نوقف أمام الخدمات، ربط الخدمات. يعني هذا المنشأ كله راح يتوقف لحين تنفيذ مشروع الربط بالكهرباء والصرف الصحي. وأنا من البداية تحدثت عن هذا الموضوع، من البداية وأنا نائب في منطقة الشعب وأشرتها على الأخوة. ها الأخت كانت موجودة مديرة قسم الهندسي، مو مهندس المقيم، وسألتها قالت، قلت لها هذا المجمع وين الخدمات مالته، وين الربط،
وبقتها جبنا مدير قسم المجاري في المنطقة، قلنا عسى وأنه ينجز وينفذ من يم تنفيذ مباشر. وهذه احنا بحدود السنة ونصف بعدنا نتحدث عن كشوفات موجودة في أروقة المحافظة اللي يحتاج لها فعلا أن تقف موقف حازم من هذا التأخير في حسم هذه الملفات. الأستاذ سرمد، أريد تحدد لي بالنقاط وراح أكتبهن في هذا الدفتر وأتحاسب وياك، قل لي شنو اللي يعترض تنفيذ هذا المستشفى.